كاملة على الدماغ، ممكن ازاي تصيب بالامراض. ده في كمان حالات حصلت ان اتضح ان هي بتغير، بتعمل تقطيب للدي ان ايه، بتبتدي تغير في الدي ان ايه الداخلي. يعني انت خواصك كمان بيغيروها، انت خواصك كبني ادم بتتغير. والناس على فكرة المنكرة دوت، معلش احنا ممكن نفتح في دوت، لان في ناس هتنكر ان لا لا ما ينفعش تدخل في الدي ان ايه، لا معلش احنا ممكن نفتح موضوع اللي هيعترض على دوت ومش عايز يطلع على الخلفية، ممكن نفتح نقاش كامل فيه. الشريحة دي قادرة على تغيير الدي ان ايه، لان هم بيغيروا الخواص الاساسية بتاعت البني ادم. على فكرة يا جماعة برضو عايزين يعني، معلش انا اسفة، ان من ضمن الحاجات الاساسية في المخطط الشيطاني ان هو بيخرب كل فطرة ربنا، هو بيخرب كل فطرة ربنا. من احد الحاجات كنت عايزة اذكرها مثلا في اجهزة الماجنتيك فيلد، في جهاز اسمه النيوروفون. النيوروفون ده جهاز بيستخدم الاشعة المغناطيسية في انه تارجتنج برضو اللي هو يسيطر على الاشخاص. بس بقى نزل في السوق الامريكي، وعلى فكرة ادخلوا على النيوروفون، نزل في السوق الامريكي جهاز صغير من نيوروفون بسعر من 450 ل $500. ليه بقى؟ بيستخدموا الماجنتيك فيلد في السكشوال اكتيفيتيز، انك انت بيبتدوا يلغوا عند الناس الـ 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 التناسل الطبيعي او المعاشره الزوجيه الطبيعيه، بيبتدوا يلغوها. فدلوقتي الجهاز نيروفون ده موجود في الاسواق الامريكيه زي ما قلت بسعر، وممكن تدخل يعني بسهوله انك انتوا اي حد يطلع عليه، موجود بسعر $450 $500. ده بيعمل زي معاشره كامله عن طريق الجهاز النيروفون، عن طريق الماجنتيك فيلد. كنت بدي انا هتطبق حمى الشعب المصري كله هيروح يشتريه. لا وممكن بقى نقول في الكلام ده كتير، بس انا المقصود ان المنظومه الشيطانيه بتدمر فطره ربنا. طيب. بتدمر فطره ربنا. ناخد المكالمه دي. استاذ محمد. مساء الخير يا ابراهيم بيه. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا ابراهيم بيه؟ الحمد لله. الله يخليك. انا كنت عملت مداخلات قبل كده مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. دوس سينا والوضع اللي في سينا والكلام ده كله، بس انا المداخله دي للاستاذه الدكتوره مايا صبحي، وعايز اقول لها ما مدى المخطط اللي بتعمله الجماعه الماسونيه دي لتكوين ما يسمى بالانسان الكوني او الكوزموبوليتان. عايزه هي توضح لي النقطه دي لو سمحت. يعني سمعتي ولا عايزه استاذ؟ هقول لحضرتك حاجه. سمعت. اولا السؤال بتاع حضرتك عايز فتح نقاش كامل، ان انا اتعرض لموضوع الترانس هيومن بالكامل. موضوع ترانس هيومن ده مشروع بيتم بالكامل، فاكيد حضرتك طالما يعني سالت عن السؤال ده عارف يعني ايه ضربه، عارف يعني ايه وكاله ضربه. وكاله ضربه ارجو ان حضرتك تطلع على المشاريع الاساسيه بتاعتها، واهمها مشروع الترانس هيومن، تحويل البشر. وبرده من ضمن الجسيمات اللي احنا شرحناها، يعني من ضمن مخاطر يعني من ضمن مخاطر الجسيمات اللي احنا شرحناها اللي هي الجسيمات النانوية، ان هي ابتدت تعمل انسجة سنساتيك جوه الجسم. بس دي عشان اشرحها، مش عايزة لخبط الناس واحنا بنتكلم في حاجة، فدي ممكن ان احنا نتكلم على ترانس هيومن ده في موضوع تاني، لان ده موضوع كارثي كارثي. نقول للناس بقى حاجة، الناس اللي هي مستعجبة من الكلام اللي احنا بنقوله ده الكلام الطبيعي. يعني لو فتحنا في موضوع ترانس هيومن هنفتح في حاجات اللي ممكن الناس تتخيلها، بس الواحد مثبتها. وزي ما قلت ده جزء من التسريبات المعلنة، جزء من التسريبات وليست كل الحقيقة. فزي ما قلت موضوع ترانس هيومن خلينا يعني نفرد له موضوع، بس اكيد طالما حضرتك سألت في كده ارجو انك تدخل على وكالة ضربة وتطلع على كل ما نشر. وللأسف هتلاقيه في، مش هتلاقيه في اي حاجة عربي خالص، هتلاقيه في حاجات اجنبية موضوع ترانس هيومن. اما اذا كنت بتسال على موضوع، يعني انا مش عارفه هل هو بيسال على الانسان الكوني اللي هو بطريقه الترانس هيومن ولا بطريقه التاهيل للامميه او المنظومه العالميه. لو انت بتتكلم على الفكره الثانيه، زي ما قلنا مثلا مشروع الشعاع الازرق باذن الله يبقى فيه مثلا حلقه يتفتح بالكامل، انت عايز حلقه كامله ان هو له مراحل كبيره قوي للنهايه. طيب نشوف التليفون ده من اسكندريه. اي يا فندم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك؟ الحمد لله. هو ثانية واحدة بس عشان نعرف حكاية الصوت النهاردة. هو الصوت ايه، في مشكلة يا جماعة؟ سامعني كده كويس؟ هو مش المشكلة مش من عندك، ده من عندنا احنا، الوكسة من عندنا من هنا. اتفضل يا فندم. وعلى فكرة يا دكتور انا مقدر كمية المعلومات اللي هي عندها، فعشان كده ممكن مش قادر توصل لنا كل اللي عندها، وده انا مقدره عشان احس اللي هي فيه. بس كنت عايز بس اسال على حاجة،
الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، طب يعني احنا كده كده مش عايزين نواجههم بالقوه اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، بس هل ممكن حتى يبقى يا ريت الحلقه دي تتكرر كتير وتطلعي كل ملف من دوت وترشحيه بالتفصيل عشان تقدري توصلي المعلومه صح؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للمسؤولين، اكيد انت عارفه موضوع العين الواحده. تسمع موضوع ايه؟ موضوع ايه تاني معلش؟ يا موضوع العين الواحده المرسومه على الدولار اكيد يعني للمسؤولين، اكيد انت حضرتك عارفه كويس يعني اكتر مني. سامعني ولا؟ ايوه. طب 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 يعني ايه سؤال حضرتك؟ سؤالك ايه يا استاذ محمد؟ يعني عشان بس يعني انت وقت التلفزيون عندك عشان انت بتسمع نفسك بس، ما دي اشكاليه تانية يعني هي ناقصه. ايوه اتفضل بقى. طب انا ممكن ارد على الشكر؟ هو راح التليفون قطع يا جماعه، حتى هما ما بيردوش على. اتفضل. طيب هرد على الجزء الاول في السؤال اللي هو لازم تعرف حاجه، ان في كل مواضيع السيطره على قد ما التقنيات دي رهيبه، لكن في نقطه ان لو الانسان عارف بيها ووعي بيها لا يمكن ان تتعدى السيطره 80%، وبالتالي 20% ممكن تحارب ال 80% لو انت عارف وليها. وعلى فكره انا عايزه اقول للناس حاجه دي برضو هنتكلم ان شاء الله عليها، بس عايز اقول سؤال. لا معلش بس هقول الحته دي بس، ان كيفيه انتقال الطاقه الدينيه الشعائر الدينيه للطاقه بتواجه الحاجات دي، ده سبحان الله. ما السؤال يعني انا هل التاثيرات بتاعه اي نانو بانو وكلام واخواتهم وكل اخوات نانو دولت، هل التاثيرات بتاعتهم اقوى من من من, من تاثيرات الشيطان لما بيركب على دماغ الانسان؟ بعتقد الشيطان حب اكتر، لان هو ده الشر كله ولاي بصوره مركزه. يعني انا بتكلم في التاثيرات اللي بتيجي عن بعد، اللي على المشاعر، على التفكير، على الحاجات دي كلها. طب اذا كان تاثير الشيطان، لو الواحد بقى هرجع تاني اللي زي ما حضرتك قلتي الوعي والايمان. لو انا النهارده انا عندي قناعه، انا النهارده عندي قناعه ايماني ان ربنا سبحانه وتعالى وايماني بالحاجات دي كلها، الله في سماء لما يعملوا 100 قمر صناعي، خدت بال حضرتك، وانا عندي القناعه دي وعندي الايمان ده كله، ما حد هيقدر عليا. يعني دي نقطه مهمه. طب معلش اسمح لي بس اتكلم في النقطه دي. يعني انا انا لو انا عندي قوه ايمان الشيطان مش هيقدر عليا. طيب بس انا عايز اتكلم في النقطه دي في حاجه مهمه. لازم نعرف حاجه، ها، ان القرآن والشعائر الدينية لازم نفهم، يعني نرجع لحاجة احنا عارفينها بديهيا لكن ما بنتفكرش فيها. القرآن ده كان طاقة نور، طاقة نور قبل ما تبقى كلمات مقروءة. تفعيل الطاقة دي هو انت، تفعيل الطاقة دي هو انت، انت الجنريتور بتاع الطاقة دي، والطاقة دي لا محدودة، لا محدودة ولا شيء اقوى منها ابدا. ليه؟ ده لدرجة ان الطاقة دي بس تشترط ان انت الجنريتور بتاعها، انت قدره ايمانك قد ايه. اشتغلت لبقى كويس بقى، ما بس قدره ايمانك قد ايه. ودي ممكن نفتح لها واوريكم ازاي ان حتى قراءه القران بتتحول ازاي لموجه مضاده الكتروماجنتيك بتطهرك من جوه وبتقاومك وبتقوي الهاله بتاعتك. دي ممكن نفرد لها حلقه. لا دي دي دي, دي, دي إيه. يا ريتك بقى عشان خاطر حاله الايه، ما هو حد بعت لي بيقول الحلقه دي عملت احباط. استنيني بس استنيني. لا اصل لسه ما كملتش. ما هي دي اللي ناخدها، هي دي تبقى الحلقه الجايه. ايوه يعني هي دي تبقى الحلقه. عايزين نفتح ملف الفضاء قبل الفضاء، قبل ما نحبط الناس نوريهم ان احنا عندنا سلاح. ممكن يكون قريب. اوكي حاضر. لا يبقى حاضر اتعرف على السلاح اللي عندي. كفايه قوي ان احنا لا بس في نقطه برضو عايز اقولها لحضرتك، زي ما قلت في الاول انت الجنريتور. ما انا بتكلم اللي في ايدك خلاص. ايوه بس لاحظ قولي بقى اللي انت عايزاه. انك قدرات الاشخاص مختلفه. طب ماشي ماشي، قدرات الاشخاص مختلفه. ذات ايه بقى؟ ان هو اصلا يعني زي ما احنا اتكلمنا واتكلمنا في تدمير الوعي، ان هو كسر لك الايمانياتك. يعني اوعى نفتكر ان احنا دلوقتي سوري معلش يعني المظاهر الدينيه اللي مره واحده كده يعني هبطت على مصر، ان ده دين. ها هو كسر لك ايمانك الحقيقي. ربنا معلش بس هذكر وانا اتكلمت ما تقولي معلش ايه انا ساكت اهو. بص حضرتك في يعني نتذكر سوا بدون يعني ما اقول الحديث بالكامل، لكن في مثلا حديث العبد الرباني اللي في كتاب مثلا المواقف والمخطبات للامام النفري، ان ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احنا عارفين ان كل ما العبد يتقرب لربنا ربنا بيقول له يعني شوف سبحان الله من رحمه الاله العظيم، على قد ما احنا لا شيء في الكون، وهنكتشف بعد كده ان احنا لا شيء في ملك ربنا، لا شيء لا نساوي هباء. لو الناس فاكره ان لما صليناش يعني ايه اللي احنا اللي هنضيع الدنيا، لا يعني احنا لا نساوي هباء في ملك ربنا، وديها يعني هديكوا تصور ليها بعدين. بس النقطة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عظمة ربنا انه بيقول لك يا عبدي يعني ائتيني حبوا انا اتيك هرولة،
ده يعني انت لو ده؟ تعرف قيمه دي، انت لو تعرف قيمه دي ده انت تخر في الارض، يعني لو تعرف قيمه الذات العليا والقدره المتناهيه، انك بكل قدرات الارض دي انت لا تساوي بمجرتنا، يعني مش كوكبنا والمنظومه اللي احنا عمالين نقول قدراتها التقنيه ومش قدراتها، بالمجره بتاعتنا اللي فيها 300 مليار نجم زي الشمس، الشمس كمان نجم متوسط فيه، مجره بتاعتنا الميلك واي، سوري معلش بالبلدي، يعني دي مجره في الكون، دي مجره صغيره قد كده، يعني روحوا شوفوا قارنوها مثلا بمجره زي ماجستك سومبريرو، دي مجره عامله زي لعب العيال كده. الكون المنظور حاليا دلوقتي من خلال مثلا اخر تقدير لناسا يزيد على 1000 مليون مليار مليار مجره، احنا المجره بتاعتنا حاجه هبله، يعني احنا وجودنا في الكون ده هباء ولا حاجه، ولا لنا لازم ولا اصلا، يعني ولا حاجه. وايه كمان ده كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في السماء الدنيا، وايه كمان ان كمان السبع سماوات دول عباره عن حلقه بارض فلاه في عرش الرحمن، يعني مش كمان ملك الرحمن كله، ده عرش الرحمن بس، كل الهلومه دي كلها بسبع سماوات عباره عن حلقه في ارض فلاه في عرش الرحمن، تتكلم في ايه؟ ومع ذلك هذا الاله العظيم الخالق بيكلمك انت يا بني ادم بيقول لك ائتيني حبوا اتيك هروله، ده انا لو اسمع انا لو اعرف قيمه ده، ده انا يعني لولا انه حرام اضرب نفسي بالرصاص، يعني انا ما استاهلش ده. يعني انت اله العظيم وانت لا شيء في الكون. وكمان ايه لما نرجع اللي انا كنت بشاور عليه اللي هو الحديث بتاع العبد الرباني، ان العبد بيتقرب لربنا، بيتقرب لربنا لدرجه ان هو يصل لمرتبه العبد الرباني. الايمان يا جماعه والقوه الايمانيه ليس لها اي حدود. العبد الرباني ده ايه بقى كمان؟ ان ربنا بيديه من لدنه القدره اللي الكينونه الخاصه بتاعت ربنا ان يقول للشيء يكون فيكون. يعني العبد الرباني اللي وصل بدرجته بتدرج الايمان بتاعه مع انه حامل الأمانة التخيير، هو مش مصير وحامل أمانة التخيير، وقدر ان هو يقوي إيمانه لدرجة انه يوصل لدرجة العبد الرباني، ربنا بيديك كينونة الخاصة بيه أن يقول للشيء كن فيكون، لكن هو عارف أن عبده دوت لو خد كن فيكون مش هيستخدمها إلا في الخير بأمر ربنا، مش هيستخدمها في أي فتنة لأنه وصل للمرتبة دي. فتخيل بقى طاقة الإيمان اللامحدودة، واللي ممكن مثلا زي ما حضرتك قلت نفتح عليها موضوع أن إزاي أنك أنت الجنريتور بتاع الشعائر الدينية اللي احنا بنأديها. في ناس بتيجي تقول هو ليه ربنا قال رتل القرآن ترتيلة، مش بس أنصت له، ان حتى ترتيل القرآن بيستدعي الطاقة الكونية، بتدخل في زبزبات مضادة بتطهر جسمك، بتعادل الفاقد جواك، بتعادل الطاقة السلبية اللي دخلت فيك، لكن انت الجنريتور، إرادتك إيمانك. ليه هنا بقى قوة الإيمان؟ ليه قوة الإرادة؟ قوة الإرادة دي ممكن تفجر الدنيا، انت لو تعرف قيمتها، قيمة الإيمان ده أنت ممكن تفجر الدنيا دي كلها. يبقى احنا متفقين دلوقتي عشان خاطر بس ان في الأول وفي الآخر ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت كلمتين هما الوعي والإيمان، ان بهذا الإيمان وان بالإيمان ده ايا كانت الأضرار الموجودة مهما كانت السيطرة. بس في برضو قبل ما حضرتك تنقل في حاجة، ربنا قال لك اسعى وتعلم وعدوا لهم ما استطعتم، عدوا لهم ما استطعتم من قوة. بقى دي ايه؟ مش مسألة ان انت تعمل بقى خيل ودرجين درجين وبتاع، ما عدوا لهم ما استطعتم من قوة، انك انت مطالب ان انت المعرفة ديت تسعى تعرفها وتعمل لها تقنيات مضادة، تعمل لها حرب مضادة، ما هي انت مأمور بكده، ما هي الوعي، انت مأمور بقى ان انت تسعى. ما هو ما ده الوعي ده الكلام. انا بتكلم عشان احنا دلوقتي لا في وعي، خدت بال حضرتك، وعشان نبقى عارفين ان السلاح الباقي عندنا الايمان. أيوة. يعني عشان خاطر دلوقتي احنا داخلين حرب بلاموطي كده، ما فيش في ايدينا حاجه، لا ما فيش وعي، ولا في حد بيدرس ولا حد بيعمل، ولا دوله واخده بالها، وكل همنا دلوقتي ان احنا نعمل مظاهرات واعتصامات والكلام ده كله كل يعني خلاص احنا غرقانين في حته صغننا قد كده. ربنا ينجينا منها يا رب. الباب انا وانا بتكلم واحنا مش من السبيل لوحدنا وعاملين دون على دماغنا، لا ده احنا معانا سلاح اللي هو الايمان بس. ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي. هنشرح القوه الايمانيه قد ايه والكلام ده كله، تستطيع ان هي تعادل اعتى هذه الاسلحه اللي هم بيعملوها من على بعد ومن على قلب، لان انا بالتفكير البسيط ان دول مهما يعملوا مش هيبقوا اكتر من وسوسه الشيطان. الشيطان لا بس برضو ما هو ده قاعده خلاص، دي ما فيش خلاف فيها، لكن انت مامور برضو، انت داخل على حرب عالميه ثالثه هيعاقبها الملحمه، الملحمة الكبرى. على فكرة حرب عالمية ثالثة مش هي الملحمة الكبرى، مش هي أرمجدون، حرب عالمية ثالثة قبل الأرمجدون. احنا فرحانين قوي كمسلمين ان احنا نقول ايه اسرائيل هتدمر في اخر الحرب العالمية الثالثة، ماشي. اسرائيل على فكرة ها متنورين، وده مذكور في مخطط المتنورين، المتنورين بيستخدموا اسرائيل، اسرائيل مش هي العدو الحقيقي وهيضحوا بيها في نهاية الحرب العالمية الثالثة، هم هيضحوا بيها
اوكي، لان هم عايزين الهيكل الثالث عشان احلال لوسيفر، وبدل بدل احلال الرب، وعايزين ان هو يكون مقر الحكم بتاع النظام العالمي الجديد. انا عايز اقول الايمان طبعا زي ما احنا اتكلمنا فيه، لكن ليس معنى هذا ان انا اقعد يعني ربنا زي ما قال لك اسعى في الدنيا خذ بالاسباب. انا لما بقول كمان يعني مش مطلوب منك برضو، انت مطلوب تحافظ على صلاتك وايمانك وتقوي ايمانك، لكن اكبر ايمان هو العمل الصالح. يا ستي انا ما قلتش حاجه، ما ده يعني انا قصدي مش هتقعد بس ان تقول طب انا هقعد في بيتنا، هو مش الايمان ان انا اقرا قران، ما اقصدش ده يعني، انما العمل هو بالظبط. هو هو ربنا لو احنا ما صليناش هتفتكر هنأذي ربنا؟ واحنا اصلا مش باينين في اي حاجه يعني. صلي ده احنا بنصلي علشان خاطر نتعامل كويس مع بعض. لا يا ده الصلاه دي عشان هو شرع الصلاه ليك انت، ما البني ادم عشان انت. يعني فعلا يعني كل الخلق اللي انما صلينا ولا ما صليناش ما تفرقش يعني. فاحنا الحلقه الجايه بقى هناخدها في هذا الجزء اللي هو الدفاع، في جزء الدفاع. طيب اذا اذنت لنا يعني هيبقى في جزء الدفاع. الحاله الثانيه ان الدكتور قلتي لي الدكتور انا كاتب اسمه راح فين، الدكتور منير الحسيني، منير الحسيني علشان خاطر برضه هنحاول نتصل بيه عشان نشوف كمتريل. دكتوره طبعا موضوع الشعاع الازرق ان شاء الله نفرد له مساحه بعد ما نعمل الوقايه بس اللي. يعني هو يبقى الموضوع الثالث، يعني هو الحلقه اللي بعديها ان شاء الله. لا يعني احنا مش هناخد الحاجات كلها اللي ضدنا، ناخد حاجه بتاعتنا. طالما بقى هنتكلم يعني مثلا في القوه الايمانيه، نفتح موضوع مثلا الطاقه.